ما معنى تشميت العاطف وكيف يشمت ومتى؟ جاء في نهاية ابن الأثير أن تشميت العاطف معناه الدعاء له بالخير والبركة، وهو مشتق من الشوامت وهي القوائم، كأنه دعا للعاطف بالثبات على طاعة الله تعالى. وقيل معناه أبعد الله عنك الشماتة وجنبك ما يشمت به عليك، والشماتة هي فرح العدو ببلية تنزل بمن يعاديه. جاء في صحيح البخاري عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب، إذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، إذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. وفي البخاري أيضا في شأن العاطف بعد أن يشمته إنسان بقوله يرحمك الله أن يقول له يهديكم الله ويصلح بالكم، ويقول أيضا ويغفر لنا ولكم كما في رواية مالك في الموطأ. وإذا تكرر العطاس أكثر من 3 مرات يدعى له بالعافية والسلامة، والله أعلم.